ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بنضف الاوضه. طيب سوري، ما كانش قصدي خالص. لا، ما انا واخده على البهدله من العيله دي. بهدله؟ طب على فكره بقى، ماما كانت موصاني عليكي، وقالت لي ولا كلك دراعي ولا خزالك عينك الاثنين دول ولا احرق لك شعرك وانت نايم زي عملت في كل اللي قبلي. انا بهزر، في ايه يعني؟ بجد مش هتعمل فيا كده؟ لا مش هعمل كده، ما تخافيش. ولا تحبي بقى اسلخ لك فروه شعرك كلها؟ طب يلا بقى شاهري، عشان انا ايه عايز البس وانزل. ايه ده؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ ايه في ايه؟ لا ما يصحش كده تقلع قدام. الله، طب ما انا بنزل البسين كده عادي يعني. لا 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 ما يصحش برضو. طب يلا بقى، عشان انا ايه عايز اغير هدومي كلها. ولا تحب اغير قدامك؟ لا يو خاف خاف والله. انا قلت لك يا حبيبي ما ينفعش. مش انا قلت لك عشان نعمل كده لازم نعمل وسيله لمنع الحمل؟ ينفع يعني اروح للدكتور لوحدي من غير جوزي؟ طب ما انا اجي معاكي. يا حبيبي ما شاء الله انت شكلك اصغر مني بكتير، ممكن الدكتوره تشك في حاجه وتيجي تقول لاهلك ساعتها يفرقونا عن بعض. اذا كنت انت تقدر تستغنى عني انا ما اقدرش. لا يا خوخ، انا ما اقدرش استغنى عني خالص. طب ايه الحل بقى؟ سيب لي نفسك، سيب لي نفسك وانا اخليك اجدع عريس. ماشي، انا سايب نفسي اهو خالص. مش تلبسني الشبكة الأول؟ عينيا يا خوخة عينيا. عمر مجنونة بألف وش، طعمها شطة ومش، طعمها حلو وحادق، خلطة بهاراتها فريش. مجنونة بألف وش، طعمها شطة ومش، طعمها كرة مع العيال، والواد الجحش اللي اسمه هاني ده خبطني في الكرة في دماغي. انا ساعتها حاسس بصداع وهدوخة كده. بص، تشرب كوباية اللبن دي وكل الشندوتشات وانا هجيلك بالليل اخليك زي الحصان. طب ما فيش حاجة تصبيرة دلوقتي؟ خوخة يو كريم. كريم؟ ايوه ماما، تحت امرك يا حبيبتي. ايه يا حبيبي، عامل ايه دلوقتي؟ ايه اخبار الصداع؟ خوخه بتقول لي بقت احسن. خوخه؟ اه لا، ده انا بقيت التمام التمام، بقيت كويس قوي يا ماما. طب والنبي يا حبيبي تنزل العربيه تحت تجيب لي محفظتي احسن، نسيتها هناك. حاضر يا ماما، ثواني وهجي. ايه ده يا خوخ؟ انت جايبه لي الشاي من غير سكر؟ يوه يوه يقطعني. السكر للسكر. بس 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 كفاية، أنا باخد نص معلقة. خوخة أنت اليومين دول دماغك مش فيكي خالص. مش عارفة دماغي فيها إيه، بنسى كده ليه؟ ما تركزي يا بنتي. اتفضلي يا حبيبتي. إذا أنت لحقت؟
ايوه بقى بروح النادي كتير وتدريبات بقى وكده يا ماما. انت نزلت السلم ولا ايه؟ لا الاسانسير، اسانسير سريع قوي يا ماما. خوخة ما تعملي لي اي حاجه كده اشربها يعني، او سيبي لي شويه شاي. حاضر يا كريم حاضر. عايزه اي حاجه حبيبتي؟ لا يا حبيبي مش عايزه حاجه. ماشي سلام يا حبيبتي. خوخة خوخة تعالي. اموري يا ست دريه. يلا تعالي معايا عشان نروح نودي الاكل. طب ما تخليكي انت يا مدام وانا اودي الاكل للبيت. لا انا اصلي مخنوقه عايزه اتمشى شويه. ليه كف الله الشر مخنوقه ليه؟ مخنوقه وخلاص. هي الواحده منينا كده بتبقى مخنوقه كده من غير سبب ساعات. كفايه رغي بقى، يلا هاتي الاكل وطري. ماشي. يا كريم كريم احنا نازلين، ذاكر بقى وما تلعبش. حاضر يا ماما. يلا يوه شكلي نسيت محفظتي فوق. بقول لك ايه، روحي على العربيه وانا هحصلك. يلا روحي يا بنتي يلا. ايه سويد؟ بتسرق امك يا كريم؟ ها؟ قولي ليه؟ احنا مقصرين معاك في ايه؟ بتطلب ايه وما بنجيبهولكش؟ انت رد! رد عليا. كنت بتودي الحاجات دي فين؟ بتودي اللي بتسرقه ده فين؟ ما تخلينيش اعلي صوتي اكتر من كده. احسن وديني وديني. ابعت اقولي لابوك ولو جه هنا هيموتك. رد عليا احسن لك. قولي ليك فلوس لحد؟ ها؟ حد بيهددك؟ بتشرب سجاير؟ لا. امال ايه؟ كنت بتودي الدهب ده فين؟ كنت انت كنت بديه لخوخه. خوخه؟